حدب واحدة ست يبقى نصيبي ذل وذل برغم الكفاح والتعب. لا أنا في الخير مشكورة ولا أنا معذورة، لو الحق الويقى ينقلب، لكن كلمة الله نصفتني وشجعتني لما قست آلاف الأسماء اسمي فيها انكتب. لكن كلمة الله نصفتني يومين مروا جبل لفاهمين اللي حصل كان صدفة ولا حد بكده أمر. بعد كل التعازي يموت الحبيب اللي بين حب للكل نظر، يموت دمه سايل على خشبة وبطعنة حربة في جنبه تغدر. يموت الحب اللي كانت أيامه عشان الكل، قدم كل الخير يا ما أكل شفى بارك فتح العيون حب البشر، وأنا واحدة من البشر اللي قابلهم. وكنت لا ده أنا ما كنتش، ده أنا اللي مني كان مجرد بواقي كيان اندش وانكسر. أنا المجدلية، حياتي كانت في الشر مسبية، وما قابلته خلصني من اللي فيا وفيا انتصر. غيرني وشال أكوام الشر من قلبي، مين دلوقتي يشيل من قلبي الهم والقدر؟ يومين بلا أمل نبكي مش لاقيين في أي شيء عزم، والقلب من الحزن انفطر. لمينا الحنوط والعطور وخرجنا بدري قبل النور، رايحين على البستان البعيد، لا هممنا ريح شديد ولا وحوش ولا أي خطر. جوانا هم واحد وسؤال واحد على بالنا خطر، مين يرفع لينا من على فم القبر الحجر؟ أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة معنا. اليوم رح نحكي عن سيدة كانت مع التلاميذ كل الوقت وكانت بتخدم الرب. هذه السيدة كانت كتير متشجعة، كتير متحمسة، كتير بتحب الرب، كانت دايماً مع التلاميذ، كانت دايماً تتبع الرب إيش ما بدهم تعمل لهم. زي ما نساء كتير فينا كتير متشجعين، منحب الخدمة ومنحب الرب ومنحب نعمل ونسوي. هيك كانت مريم المجدلية، كانت كتير متحمسة بعد ما الرب قابلها وغير حياتها، كتير تحمست وتشجعت ومشيت الأيام وظلت ماشية مع التلاميذ ومع الرب يسوع. وبالرغم من إنه الرب يسوع خبرهم عن صلبه وعن موته وعن قيامته، إلا إنه التلاميذ ومريم المجدلية بلشوا ينسوا. ولما إجا موقف الصلب كانت مريم المجدلية واقفة وكانت زي كأنها مصدومة،
مستغربة من اللي عم بيصير. معقول يا رب؟ معقول بعد كل هالمعجزات وبعد كل هالأعمال وبعد يا رب ما لفينا ومشينا ورحنا وخدمنا، معقول؟ معقول يا رب أنت تموت؟ وصار موت الصليب ومات الرب، وأخذوا جسده وحطوه في القبر، ومريم المجدلية أصيبت بخيبة أمل، خاب أملها. يا رب أنت اللي أنا عم بخدمك واللي أنا عم بطيعك واللي أنا دايماً معك، هيك أنت تركتنا ومتت؟ كيف؟ نسيت الوعد، نسيت اللي حكاه الرب، نسيت مريم المجدلية، زي ما التلاميذ نسيوا وخافوا وراحوا تخبوا، كمان هي نسيت. بس قالت أنا بدي أعمل شيء للرب، الرب كتير عمل لي أشياء لما كان عايش، أنا بدي أعمل له شيء واحد، أنا بدي أروح وأطيب جسده، أنا بدي أروح على القبر أزوره وأحط على جسمه الطيوب. وفعلاً مريم المجدلية كانت ماشية باتجاه القبر، في خلال مشيها للقبر كانت عم بتفكر يا الله يا رب، لو أنت عايش، لو أنت لسه موجود، معقول أنا رايحة على القبر؟ طيب أنا لما أوصل القبر عليه حجر كبير كبير، مين بده يقيم لي الحجر؟ مين بده يساعدني؟ مين بده يدحرج لي هالحجر؟ يا رب لو كنت أنت عايش كنت أكيد بكلمة منك زحزحت هالحجر، أكيد يا رب لو كنت أنت عايش كان أنا ما احتجت مساعدة من حدا، كان أنا ما صار لي اللي عم بيصير هلأ والحيرة اللي أنا فيها. وبكل حيرة وبكل خوف وبكل ألم وبكل ضيق كل تعب، سحبت حالها مريم المجدلية ومشيت لوصلت للقبر. وهناك كانت المفاجأة، المفاجأة الرائعة، لقت الحجر مدحرج، أكيد حدا حضر لي دحرجة الحجر، أكيد حدا بده يساعدني، يمكن هيك كانت بتفكر بعقلها. ودخلت لجوا القبر وفتشت ما لقت، راحت تطيب جسد الرب لكن جسد الرب مش موجود، الرب مش موجود، هاليلويا الرب قام، لكن مريم المجدلية نسيت، فكرت إنه واحد من الحراس سرقه، طلعت حواليها، طلعت برا تركض تنادي تدور، زي ما واحد فينا مرات بفقد إشي لإله بيروح يدور عليه بكل لهفة وبكل سرعة، وهي نفس الشيء، فقدت جسد الرب، وين راح؟ نسيت مريم المجدلية، نسيت الوعود، نسيت مريم المجدلية قد ايه الرب كان عم بحكي عن موته وقيامته، نسيت مريم المجدلية إنه هي عم تعبد الإله الحي، نسيت وصارت تدور وتفتش. وهي طالعة إجتها البشارة وحكى لها الملاك إنه ليس هو ها هنا لكنه قام. نسيتي يا مريم؟ نسيتي الوعود اللي أنا أعطيتك إياها؟ نسيتي كلامي؟ انشغلتي بالخدمة وانشغلتي بالتعب وانشغلتي ونسيتيني؟ لا يا مريم ما تنسي، لا، واحنا كمان ما بدنا ننسى، ما بدنا نكون مشغولين بالخدمة ومشغولين بالوعظ ومشغولين بالعناية بالناس ومشغولين 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 وعم نخدم وننسى وعد الرب، ننسى كلام الرب. هو وعدنا، وعدك يا مريم، وعدك إنه رح يموت ويقوم، وقوة القيامة هاي رح تكون لإلك. نسيتي يا مريم؟ إحنا ما بدنا ننسى، إحنا بدنا نتعلم إنه دايماً ما ننسى وعود الرب لإلنا ولحياتنا. مرات كتير بتواجهنا أشياء بتشعرنا بخيبة أمل، بتشعرنا بنكون منتأمل بشيء إنه نحصل عليه، يمكن وظيفة، يمكن خدمة معينة، يمكن زوج، يمكن أي شيء ممكن متعشمين فيه وحابين كتير يصير في حياتنا، ما بيصير، ننصاب بخيبة أمل، نتضايق، نزعل، مننزعج، ننسى إنه الرب هو مسؤول عنا، هو الإله الحي القائم من بين الأموات واللي وعدنا إن يكون لنا حياة وحياة أفضل. خلي ثقتنا في الرب كبيرة، خلينا نتذكر وعوده، خلينا نتذكر كلماته، خلينا نتذكر كل إشي هو عمله لأجلنا وهو أراده لحياتنا لأنه هي الأفضل. خلينا نتشجع مع بعض، خلينا نرجع لكلمة الرب، لوعود الرب، خلينا نرجع
ونتذكر الله أمين. الرب يبارككم.